معاذ ومعوذ وعبد الله بن رواحة. انتهينا إلى أن عبد الله بن رواحة لا علاقة له بمعاذ أو معوذ، لأنهما أخوان. يقال لهما معاذ ومعوذ ابنا عفراء. فهمنا أن اسم أمهما عفراء. معنى كلمة عفراء الأرض البيضاء التي لم توطأ، الأرض البيضاء التي لم توطأ، وكذلك الليلة الثالثة عشر من كل شهر قمري تسمى عفراء، الليلة الثالثة عشر من كل شهر قمري تسمى عفراء. هذه المرأة لا أعلم امرأة أشرف منها عطاء بعد أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بلا استثناء، وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجت رجلا اسمه الحارث، أنجبت منه عوف ومعاذ ومعوذ. أنجبت من الحارث من؟ عوف ومعاذ ومعوذ. مات عنها. تزوجت رجلا اسمه الليث، تقريبا هكذا اسمه، فأنجبت منه أربعة: خالد وعامر وإياس وعاقل. هؤلاء كم؟ أربعة. وأنجبت من الحارث كم؟ ثلاثة. مجموعهم جميعهم شهدوا بدرا. لا يمكن يتصور هذا عقلا، لكن الجميع السبعة إخوة لأم بالنسبة بعضهم لبعض، جميعا شهدوا بدرا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. بالله هل يعني مع إجلالنا لنساء المؤمنين عبر الدهر كله، والحمد لله ما زالت بيوت المسلمين عامرة بالأمهات الطاهرات الشريفات العفيفات زادهن الله من فضله، لكن أي شرف من امرأة تبيت في مرقدها وسبعة من أبنائها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. هذا حظ عظيم ما يؤتاه كل أحد ولا يكتبه الله عز وجل لكل أحد، لكن كما قال ربنا في كتابه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هؤلاء السبعة رضوان الله عليهم جميعا شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا.